من عمان ينضم إلينا سليم عويس، المسؤول الإعلامي في مكتب اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أهلا بك معنا سيد سليم. يعني بدءا من هذه التحذيرات، كمنظمة يونيسف تحذرون من مأساة في غزة بسبب تفشي الأمراض. اليوم الوقود من المرتقب أن يبدأ بالدخول، يعني يوم غد، هل سيفي ذلك بالغرض المطلوب؟ يعني هذه الهدنة الصغيرة هي مجرد فسحة صغيرة لمحاولة الاستجابة وإعطاء الأطفال وعائلاتهم بعض من الاستراحة من القصف والهجمات والموت، ولكن للأسف لن تكون كافية. ما نحتاج إليه هو فعلا وقف إطلاق نار فوري لإدخال المزيد من المساعدات للوصول إلى جميع الأطفال أينما كانوا في قطاع غزة. ما سيتم إدخاله سيكون جيد، ولكن نحتاج إلى المزيد طبعا. طب نود أن نعرف منك أكثر، إذا ما كان لليونيسف أي دور تلعبه خلال تطبيق الهدنة ويعني ملف تبادل الرهائن، خصوصا وأن معظم الأسرى الفلسطينيين هم من الأطفال كما أشيع يعني بحسب آخر الأخبار. ليس لنا يعني تدخل مباشر في هذا الموضوع بالذات، ولكن طبعا هو خطوة جيدة جدا أن نرى أن الأطفال من الجهتين سيتم إطلاق سراح بعضهم على الأقل. طبعا النداء الآن إلى إطلاق سراح الأطفال جميعا من خطفوا في الجانب من الجانب الإسرائيلي إلى غزة، وطبعا الفلسطينيين الموجودين في السجون في إسرائيل. عمليات النزوح التي حدثت يعني على مدار الأيام الماضية، نزح قرابة 1.5 مليون شخص في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال. نود أن نفهم منكم بداية، يعني وبحسب الأشخاص الموجودين ممثلي المنظمة على الأرض، ما مصير هؤلاء الأطفال؟ ما أكثر ما ينقصهم؟ ملجأ آمن، غذاء، دواء؟ يعني كيف هي الأوضاع حقيقة بالنسبة لهؤلاء الأطفال في غزة؟ نعم، للأسف يعني أوضاع النازحين وخصوصا من الأطفال أوضاع صعبة جدا. نحن نتكلم عن عيشهم في بيئة غير مناسبة فعلا للمعيشة. هناك آلاف من الأشخاص يتجمعون في المدارس، في المستشفيات، أماكن غير مخصصة للسكنة، وهذه الأماكن يعني تفتقر للخدمات الأساسية كخدمات المياه، الصرف الصحي. هناك عشرات أو مئات من الأشخاص يعني يستخدمون مرحاض أو يعني حمام واحد. كل هذا طبعا واكتظاظ هذه الأماكن يؤثر فعلا بشكل سلبي جدا، يعني يعرضهم للخطر الأطفال، خطر انتشار الأمراض بسبب هذا الاكتظاظ، وبسبب عدم وجود الخدمات الأساسية وخصوصا خدمات النظافة. لذلك يعني نقوم بكل ما لدينا من قدرات الآن، ويعني في الأيام القادمة إن شاء الله تكون القدرات أكبر. سيد سليم، يعني نتحدث عن عرضتهم، يعني أطفال معرضين يمكن بشكل أكبر من غيرهم من البالغين للأمراض. ما مدى خطورة تلك الأمراض؟ يعني عن أي أمراض نتحدث وسبل معالجتها؟ هل هي متوفرة أو ستكون متوفرة؟ يعني يتم المطالبة بها لإدخالها عبر الشاحنات المرتقب أن تدخل، شاحنات المساعدات؟ طبعا الأطفال دائما أكثر عرضة، وخصوصا الآن في قطاع غزة مع نقص الغذاء وحتى يعني المواد المغذية. يعني حتى لو كان الطفل يأكل ويشرب، المواد التي يأكل ويشربها غير مغذية كفاية، مما ينزل يعني المناعة للأطفال. طبعا نحن نخاف من الأطفال من الأمراض المعوية المسببة للإسهال، وخصوصا للأطفال الأقل من 5 سنوات قد تكون قاتلة إن لم تعالج. ورأينا بداية انتشار هذه الأمراض بمختلف أنواعها، وأيضا هناك رأينا بداية انتشار للأمراض الرئوية، وخصوصا تزداد الآن في فصل الشتاء مع البرد واكتظاظ الملاجئ. بالطبع الاستجابة لذلك هو أولا توفير المياه، وخصوصا للنظافة في هذه الحالة، توفير المياه للشرب لعدم انتقال الأمراض المنتقلة عبر المياه والتي عادة ما تكون تسبب الإسهالات الخطيرة، ولكن أيضا طبعا الأدوية والمواد الطبية اللازمة لمعالجة هذه الأمراض، والتي يعني للأسف الآن تنقص في قطاع غزة، وهذا ما نحاول ونطالب بإدخاله. ماذا عن الأطفال حديثي الولادة والأطفال الخدج الموجودين في الحاضنات، حاضنات المستشفيات، من تبقوا داخل تلك المستشفيات يعني مع أوامر الإخلاء المستمرة؟
نعم، هذا الأمر كان يعني من مخاوفنا الشديدة ما في بداية هذا التصعيد، وللأسف رأينا بعض الحالات يعني للوفاة من أطفال الخدج بسبب نقص الرعاية الصحية وعدم قدرة الأطباء على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات، وخصوصا في غياب التيار الكهربائي والوقود للمحولات أو لمولدات الطاقة. طبعا هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة إلى العناية، بحاجة ماسة إلى التيار الكهربائي الدائم، وخصوصا أولئك من هم على يعني أجهزة التنفس الاصطناعي. للأسف رأينا من كان الأطفال الذين كانوا في مستشفى الشفاء وعملية خروجهم من مستشفى الشفاء، ولكن هناك المزيد من الأطفال، هناك تقريبا كان 130 طفل خداج في قطاع غزة في بداية هذا التصعيد. فيعني نعلم أن هناك العديد في مستشفيات أخرى. يجب أولا وأخيرا يجب حماية المستشفيات، ويجب توفير الرعاية الصحية وتوفير المواد الصحية والوقود للمستشفيات لتستطيع أن تعمل. هذا شيء أساسي الآن، ويعني نتمنى في هذه الودنة، ولكن في نتمنى بإيقاف إطلاق نار بدخول المزيد من المساعدات المختصة في هذا المجال وخصوصا الوقود. أود كذلك أن أسألك سيد سليم عن التنسيق، تنسيق اليونيسف مع لربما منظمات أممية أخرى موجودة في قطاع غزة، ما آليات التنسيق وكذلك وسهولة التحركات اللوجستية في داخل قطاع غزة في ظل هذه الظروف؟ بالطبع هناك تنسيق وثيق بيننا وبين المنظمات الأممية وغير الأممية الأخرى من منظمات دولية وحتى محلية. نحن لا نعمل وحيدين على الأرض، نعمل مع الشركاء، مع الأنوروا لتوصيل المساعدات التي هي مسؤولة عن توصيل المساعدات داخل قطاع غزة عندما تدخل من الحدود. ولكن للأسف ليس فقط لليونيسف ولكن لكل المنظمات الإنسانية، الحركة والعمل صعب جدا في ظل انعدام الأمان. ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة لا للأطفال ولا للمنظمات الإنسانية، وفي ظل الصعوبة يعني الوضع الإنساني الصعب. نحن نتكلم عن الزملاء الذين هم ما زالوا هناك يعني هل يعانون تتعرض تلك الطواقم كما لأي مضايقات أو تهديدات على الأرض؟ وهناك عدم أمان على الأرض في قطاع غزة. يعني ليس هناك مكان نستطيع أن نقول أنه 100% آمن. الزملاء فقدوا عائلات، فقدوا أطفال من اليونيسف. رأينا البارحة للأسف مقتل إحدى زميلات من منظمة الصحة العالمية، ورأينا في الأسابيع الماضية مقتل أكثر من 100 زميل من الأونروا. هذا واقع الحال للعمال الإغاثة، ولكن يعني الزملاء هم الأبطال على الأرض الذين يحاولون في كل فرصة وفي كل يعني في كل الأوقات بمحاولة إيصال المساعدات لمستحقيها، مع يعني قلقهم وهمهم على عائلاتهم وأطفالهم هم أنفسهم. كنت معنا من عمان سيد سليم عويس المسؤول الإعلامي في مكتب اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكرا جزيلا لك.